دكتور احمد، لو الست دي مش بتحب زوجها وراحت لامير المؤمنين وقالت له ان هي مش بتحبه، هو ده بالفعل اللي هي قالته. ليه ما يعني ما هو تكملة القصة اللي حصل ايه؟ ليه ما جاش معاها مثلا وابتدى يشوفها؟ طب هي مش بتحبه ليه؟ طب هي فعلا هتقدر تكمل مع هذا الرجل ولا لا؟ طب يعني تمام، سيدنا عمر سألها، يعني ليه ما قالهاش مثلا ايه زي ما عرفنا، انا اسفه اني بقطع حضرتك، بس ليه مثلا ما قالهاش ايه لا اتطلقي منه؟ حلو، ما قالت ما بحبوش. ما الجمله اللي قالها اللي ختم بقى سيدنا عمر هي اللي هتحل لنا القصه دي. ايوه ودي يمكن تعدل مفاهيم كتير عندنا وعند الشباب اللي بيختاروا بنات للزوجات او الموضوع ده. قاله سيدنا عمر في جمله جميله، انا نفسي لما قرات الحديث ده يعني وقفت عند، ما كنتش بوصل للاخر في الجمله دي، فوقفت عندها لقيت فعلا في معاني محتاجه احنا نفهم. لما سألها سيدنا عمر انت عملت كده ليه؟ قالت يا رسول الله ناشدني بالله، يعني حلفني بالله. قال اكذب؟ قالت اكذب. قال نعم. شوف بقى سيدنا عمر قال الجمله، المعنى اللي حضرتك بتبحث عنه، قال لها فليس كل البيوت تحيا على الحب، الله، انما يتعايش الناس بالاسلام والاحسان. قال لها اوعي تفكري ان كل البيوت دي عايشه مع بعضها عشان بيحبوا بعض. امال عايشين مع بعض ليه؟ عشان الاحسان والاسلام. انا الله. احنا يعني مشكلتنا المفهوم الخطا. طب ممكن نقولها تاني بقى؟ هقوله بس عايزين هفصله نقولها عشان تاني النقطه دي عشان مهمه جدا. ايه؟ الجمله تاني، قال لها ليس كل البيوت تبنى على الحب، وانما يتعايش الناس على الاسلام والاحسان. الحب يا جماعه المفترض انه ياتي بعد العشره. كم واحد وواحدة يا مولانا اتجوزوا عن قصة حب عظيمة وبعد كده أنا كانت ما النهاية في محكمة بسمهاش الأسرة؟ حب بقى، هنقول حاجة ده اسمه إعجاب. هو عجبها في بعض الصفات وهي عجبته في بعض الصفات، لكن مش بالضرورة واتفقوا انهم ماشي. يقدروا ما هو المسمى بتاع الحب المتعمق ده اللي يجي بسرعة بيروح بسرعة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ما ذكروش في القرآن ولا مرة إلا في موضع واحد. طب هقول لحضرتك على حاجة، آية الزواج ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إيه المودة؟ المودة دي أعظم من الحب. أيوه اللي هو الحب أعلى من الحب، صح كده؟ صح. بس جعل ربنا بعد الزواج، بعد ما بديت أنا مثلا نايم زعلان فتيجي تطبطب عليا مالك يا حبيبي إيه اللي ونتيجة للسكن. ها؟ التعايش يعني هو نتيجة للسكن. التعايش الحب، مين أحب نساء النبي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ سيدتنا عائشة. شوفي الود اللي كانت بين عائشة وبين النبي، كان يقعد على حجرها، كان يجي يقرأ ينام على حجرها، يسابقها، يلعب معاها، الاتيكيت اللي احنا بنتكلم عنه، التنمية البشرية. يا جماعة الحاجات دي العلوم العلوم الجديدة دي كلها في السنة. لو بتسمعوا دكتور إبراهيم الفقي الله يرحمه تقريبا كل حلقاته بيستقي فيها من مواقف وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. كملت الحته دي، النبي صلى الله عليه وسلم يعني التلامس بتاع الحب اهو بقى الجمال بتاع التعامل اللي عاوزين نتعلمه. أيوه. عايزين، مش محتاجين للكذب والله، لو عشنا بصدق وصراحه وثقه. صحيح. انا لو وثقت فيك وانت زوجتي كمثال يعني مش هزعل لو انت قلتي لي كنت فين او كنت بتعملي ايه. لا ما هو انا في ما نقطه، ما هي الثقه دي، ما هي في واحده بقى بعتت بتسال عشان تتولد محتاجه بناء الاول. في واحده بتسال بناء النبي، بتقول انه زوجها محرج عليها، كان ابن خالتها او ابن عمتها كان متقدم لها، تمام، وبعدين حرج عليها لا تشوفه ولا تكلمه ولا تروح ولا تسلم عليه ولا تروح الشارع ده. فبالصدفه الست يا عيني في زياره لوالدتها، فهم بالصدفه موجودين هناك، فشافته فتكلم فسلم عليها، وهي جوزها سالها جاء قالت له لا، سلم عليك قالت له لا، وهي يا عيني حاسه بالذنب ان هي كذبت. لا ده ما فيش ذنب ولا حاجه، هي خلاص عاوزه في مفسده هنا هتحصل. فبتقول له هو كلمها. أيوه. فقال انت كلمتيه؟ قالت له لا. ده اسمها المعاريض. يقولوا لنا في المعاريض لمندوحة عن الكذب، يعني بدل ما تكذب هو بيقول لها انت كلمتيه، تقول له لا، وهو الثاني اللي كلمها، فهي صادقه ما كذبتش. طب ما لو قال لها هو كلمك او سلم عليك تقول له لا برضه؟ تقول له لا اهو، تقول له لا، اهي فتوى. ايوه هم عايزين ياخدوا حته كده ويقولوا ما فيش كذب، ما احسن ما تخربي بيتك. والستات ما بيعرفوش يكذبوا، ده موضوع عاوز يتعدل. احنا نغير اسم شوف النبي صلى الله عليه وسلم من النهارده، لان النهارده لازم يتغير. ايوه احيانا لو ست ما بتعرفش تكذب في حاجات كتير تبقى في مشكله، اللي هو مش الكذب، الكذب اللي هي بقى موضوع التجمل، موضوع المعاريض، موضوع الامور دي محتاجه يا جماعه تعديل. محتاجين ان احنا نحسن ان الدية اللي قايمه عليها البيوت هي سبب الفشل، هي سبب قصه الطلاق.
ان كل واحد ما عادش يقيم بدوره اللي هو دوره، لا هي شايفه دورها غلط مش راضيه بدورها.